اللواء المحرمي يطلع على سير حملة منع حمل السلاح بعدن ويشيد بجهود الأجهزة الأمنية. رئيس الوزراء يشيد بالدعم الكندي لليمن ويشدد على مراعاة الاحتياجات ذات الأولوية والمستدامة في خطة الاستجابة الإنسانية. هيئة رئاسة الانتقال تطالب بإجراءات صارمة وسريعة لوقف انهيار قيمة العملة. متظاهرون في غيلبا وزير يطالبون حلف قبائل حضرموت اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية. السلطة بحضرموت تلتقي بسيئون قيادة التحالف العربية وتتفقد عدد من المشاريع وتشهد حفل تخرج بجامعة سيئون.